هذا المقطع برعاية متجر أيوة لبيع الرونز وجميع الأسلحة والدروع والتريزمن وجميع آيتمات اللعبة إذا حبيت تلقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب بالوصف وترككم مع المقطع السلام عليك حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرينج لعل من أكثر الأسئلة اللي جتني وصلت عند البوس المعين أو وصلت إلى المنطقة الفلانية وكيف أروح إلى المكان اللي بعده أو البوس اللي قاتله شوف يا طول العمر موضوع تختيم القصة راح يعني يفوتك شغلات كثيره من سايد كوستات من مناطق في اللعبه قبل لا ارويك المين بوسز حبيت اني انبه على هذا الشيء فاذا كنت جديد على اللعبه وتوك شاريها وممكن هذا يكون اول مقطع تشوفه انصحك اول شيء انك تكشف الماب قدر الامكان وتعرف المناطق السريه صدقني اذا انت ماشي على الراحات من بدايات اللعبه ما راح تحتاج حتى انك تفرم ولا حبه رونز وراح تستمتع باللعبه بشكل اكبر المهم اذا الوضع مش فارق معك تروح عليك كوستات تروح عليك مناطق تروح عليك اسلحه سريه حتى فيه بوسز سريين المهم في شغلات كثيرة بس حبيت اني اوجه كذا كنت جديد على اللعبة غير كذا انا متأكد انه ممكن اغلبكم وصل لمنطقة معينة بس يبقى يعرف البوس اللي جاي منه فهذا وضعه في السليم وهذه صورة يا شباب ممكن انكم تستفيدون منها واللي صدمني صراحة أكثر شيء وأنا أبحث عن الموضوع إن الجنرال رادان حتى مش مطلوب للقصة الرئيسية يعني المنطقة هذه العليمين الحمراء كاملة أو منطقة التنانين ما هي بمطلوب أصلاً أنك تدخلها وهذا دليل يا عزيزي المشاهد أنك راح تفقد مناطق مهمة كثير ممكن تأخذ لك سكرين شوت من هذه الصورة وخرخشتك طيب اخذت سكرين شوت اوكي مثل ما تلاحظون حتى المناطق الثلجيه ما راح توصل لها بس راح توصل للاولى طبعا للعلم ترتيب البوسز ما هو اجباري زي اللي مكتوب بالصوره لان انا عن نفسي صراحه ما مشيت على هذه الطريقه وممكن كثير منكم ما مشى وكل واحد له طريقته ولكن دائما بدايتنا وحده ونهايتنا وحده على طاري النهايات ترى فيه نهايات كثيره تقريبا ست الى ثمان نهايات إن ما خاب وكل نهايه لها متطلب ويختلف شيء بسيط بس عن المين ستوري او النهايه هذه اللي اسمها اتوقع الإلدن لورد اللي هي النهايه العاديه. المهم خلونا ناخذ لفه سريعه الماب من اول المحطات اللي بتوقف فيها في بدايه لعبه تشيرش اوف إليه، بتتقدم شوي وبتوصل للجيت فرانت وهناك اول مره بتقابل ملينا وبعد الكاتسين بترجع لتشيرش اوف إليه وبتقابل راني، تحصل جرس الاستدعاء وبتحصل الحصان، المهم من هناك راح تتوجه وتوصل للماركت طبعا ماركت موجود في بدايه القلعه اللي هي الستورم في الكاسل وغودريك موجود في نهايتها واجباري انك تمشي على الجريس بوينت زي ما هو موضح ما في طريق ثاني في القلعه لين ما توصل لساحة جودريك اللي هو ذا first ديمي جود بوس للتنبيه في ست بوس من ضمنهم جودريك راح يعطيك الجريت رون اتكلمت عليهم في حد مقاطع النصايح ريت تشوفه المهم بعد ما تقتل جودريك راح تظهر لك ملينا مره ثانيه وترحبك في الراوند تيبل هول المهم من هناك راح تعرفك على عيال القبائل في الراوند تيبل هول وهذه اول مره راح تزورهم يفضل انك تتعرف على كل واحد فيهم وتعيد الكلام معاه لين ما يصير يعيد نفس الكلام ضروري تنتبه لهذا الشيء المهم من هناك راح تسحب الى الساوث رايا لوكاريا جيت ومن هنا بتحتاج مفتاح اللي هو موجود ورا التنين ما يحتاج انك تقاتل التنين بس تيجي من وراه تسحبه وتزبن ومن هناك بتاخذ لفه أه على المكتبة عكس أقارب الساعة وبتقابل فيها البوسز طبعا رينالا هي من أهم البوسز اللي موجودين لأنها تسمح لك بإعادة توزيع نقاطك اللي جمعتها أو تغيير بلدك بشكل عام بعد ما تخلص أمورك هنا بتتوجه إلى الجراند ليفت أوف ديكتوس وهنا راح تحتاج قطعتين والقطعتين موجودة في القلعة هذه وموجودة في القلعة هذه وممكن أنك تتجاوز ترى الجراند ليفت وتيجي من طريق هذا اللي هو عن طريق الدنجن هذا وفيه نهايته بوس فايت تقريبا بياخذ منك حوالي من نص ساعة عشان توصل من هذا الطريق المهم ما فرقت معك جيت من هنا ولا من هنا المهم انك توصل المنطقة هذه اللي هي التس هاي واي جنكشن وبعدين راح تكمل مع الجريس بوينت اللي رويكم اياه بالمقطع لو تلاحظون في سحبة كبيرة على المناطق اللي موجودة فوق على اليسار فعشان كذا انبه الشخص او اللاعب الجديد لانها بتكون اصلا المناطق هذه مش مكشوفة عنده وراح يتبع هذا الفيديو فما ودي ان هذا الشيء يصير المهم راح توصل في النهاية الى الكابيتال رامبرت طبعا بتواجه بوس او ميني بوس هنا ولازم تقتل هذاك الفارس عشان توصل المنطقة هذه وبعدها بتوصل الى الايست كابيتال رمبرت المهم بعدين راح تنزل من فوق البيوت وبتوصل إلى هذا الشارع طبعا المنطقة هذه فيها لخبطة هتصير لكن أهم شيء إنك تأخذ الجريس بوينت هذا اللي هو الكابيتال أوف أش طبعا في نهاية هذا المسار بتحصل فيه غصن شجرة هذا القصون راح توصلك إلى البوس الأول اللي هو جودفري أو البوس الخامس الحين حاليا المهم بعده بعد ما تقتله نفس الشيء من الساحة بتطلع وبتطلع القصم الثاني بيوصلك للبوس اللي بعده اللي هو مارغت اللي هو موجود في الكوين بيت شامبر بعد ما تكلمها راح تجيك ميلينا مرة ثانية وفيه كاتسين المهم اللي يهمنا ان الحين ممكن انك توصل للمنطقة الثلجية اللي هي الفوربيدن لاندز وبعدها بتوصل الجراند ليفت اوف رولد وبتقدر تفعله باستخدام إقلاده اللي جاتك قبل شوي من ميلينا ومن هنا بتاخذ لك لفة لفة طويلة في المنطقة الثلجية الأولى طبعا هي ثلاث مناطق ثلجية فمثل ما قلت لكم ما تحتاجون للثانية ولا الثالثة المهم بتوصل الفاير جاينت وبعد ما تقتل النشبة هذاك الفاير جاينت راح توصل المنطقة هذه اللي هي الفورج اوف ذا جاينتس وبيكون في كاتسين هنا واللي راح ينقلك الى منطقة الاعصار وهنا راح تواجه بوسين البوس الاول اللي هو التوأم الدب الضعيف هذاك الجوتسكن دو الظاهر اسمهم وبعد ما تقتل التوأم اللي يعتبر ترتيبهم سابع كان في الصورة آه، راح تيجي وتقاتل الملكة وبعد ما تخلص منهم راح ترجع الى الكوين بيت شامبر ومن هناك ممكن انك تروح الى الالدن ثرون وراح تقابل اخر البوسز في هذه المنطقه ادري اني اختصرت شغلات كثير بس اتمنى ان في احد يطلع بفائده واذا كانت فيها اي ملاحظات يا ريت ذكرها بالكومنت تعذروني على اي خطا او تقصير شكرا لكم على المشاهده واشكر من تسبين القناه ساموراي وهنتر وبندر ومشاري وشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته